أيوة هذه حلوة، هو ده الصح. في 60 داهية البيبي كوبا. بسم الله. شكل الفوز، شكل الفوز بالأسفل هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الجميلة بكل خير. رجعنا الماريو ميكر 2 شباب. الرناية الرمضانية وصلت لوضع جدا حرج على دخولها للصفحة الخامسة، ما حد يدري إيش ممكن يصير، هل راح ننقذها ما راح ننقذها، الله العالم. عموما يا شباب، بخصوص الصفحة الخاصة لسه جالس أخذ شروطكم العجيبة من التعليقات، فأي واحد عنده شرط رهيب للإسكبات يكتبه وإن شاء الله تكون الصفحة الخاصة من نصيبه. ما راح نطول، الله يستر، نقول بسم الله. الصفحة الخامسة يا شباب، نقول بسم الله. كل اللي عندنا أربع أرواح والريسورسز والموارد اللي عندنا هم إسكبين، نقول بسم الله. المرحلة الأولى علم غريب، يقول لك المفروض ما توقف السيتويشن هنا، المفروض انه ما توقف. طيب انا احس اني خففت شوي، بس الى متى؟ طيب حرفيا عدي. وش العلم ذا يا شباب؟ ما علينا. المرحلة الثانية سوبر اكسبيرت ساسكي فورست، غابة ساسكي ومشروطة بالشرط المخيس. كيف راح اعرف؟ طيب خلنا نستكشف يا شباب، نشوفها سهلة صعبة. شكلها حلوة، شكلها حلوة، شكلها انتظرها بكل لطف، ما اغلط نفس الغلطة اللي قبل شوي. سلام. اقدر اسوي وول جمبات. يا حرام. طيب يا ابو السعاده، ما انت بوضع الرفاهيه ابد. سكيب يا رجال، كنت ابغى اتدرب عليها شوي، لكن مره ماني بوضع الرفاهيه. قصر الأميرة خوخة، يوعد لعبتها صراحة مرة حماس. طب أنا ليش طاير كذا؟ هنشغل كومنتات احتياطا. مساحة فاضية زي كذا، هذا هو القصر أو القلعة. نجرب نخش هنا. اوكي ماني مطمن يا شباب، والله ماني مطمن. اهبط. اسمع، العب سيف يا حبيبي، شوف المصمم ايش يبغى. مره ثانيه ما انت بوضع الرفاهيه، فعلشان كذا. واو 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 واو. وش عرفني، وش عرفني؟ طيب باقي لي سكيب واحد، استخدمه ولا لا، استخدمه ولا لا، استخدمه ولا لا يا ابو السعادة. اسمع، ان شاء الله ان شاء الله
إن شاء الله سوف تستطيع يا أبو السعادة، أنت لها. إذا مرت وهقنا بعدين راح نستخدمها. المشكلة إن هنا خطر الموضوع. اسمع، عديناها أول مرة، مو شرط نعديها. أوكي. قلت يلا خذ ال. أوكي. أمشي بكل رقة، بكل رقة وكل حنان. وردة؟ أوه. والله أني أحتاج حاجة جمة، أكبر حاجة في الحياة. ما علي، عادي بسرعة. طيب أوكي. هذا الشرط وحققناه. أوه ماي جاد. اوه، هل شفنا فوز حنا اصلا يا شباب؟ خل اشوف هل في ارض. اوه اشوى، في ارض. جود ستاف. لا والله ما هو جود ستاف ابد، توتر ستاف. ايوه احبسني هنا، احبسني هنا. اوه انقذنا الرناية بطريقة ما. لسه باقي لنا سكيب واحد، لكن رجعنا لنقطة البداية بالنسبة للصفحة. كويس اني ما سويت لها سكيب. المرحلة الثالثة، سفينة المناشير. واو، اوه ماي جاد. او مو المناشير، الموازين، هذا البالانس والميزان. يبغالي اخليه زي كذا مثلا. ويو شرابل، حلو. كويس ان في ارضية هنا. ابتعد عني لو سمحت، ماني بوضع الرفاهية. واو. ما ابغى سكب الحين، ابغى اعدي. جميل، مرة حلو. اوكي فايت. من الخوف اقول لكم رجعت. اعتقد بقدر اخليه يطيح صح؟ يوعد، هذه تجاربي معها سيئة، بس دامها. اوه كمان، خل ننتظر طلقة واحدة. قلت هل بقدر ارجع للبايب؟ ما ادري. ايوه لو سمحت. ارجع لنقطة البداية، العوض ولا القطيعة. واو، جالسين نعدي بالراحة أو بالعافية على قولة أخوانا المصريين. يلا الرابعة. عنوانها تعجب، يعني أنا اللي مرتاح، يعني أنا متعجب أكثر منك. أوه. أوكي، إيش تقصد بالرمز ذا؟ اوكي انا بحتاج ساحة تفريم صح؟
اخترع لك ساحة تفريم يا ابو السعادة. اصبر اصبر، انا لسه مصر على موقفي. اخترع لك ساحة التفريم يا ابو السعادة. قلت شو تحسبوني امزح؟ تضبط بس ما يبين، ما يبين شيء. تشيك بوينت. شوف على الاغلب برجع عشان الكوبا بيرجع. وين الكوبا؟ الكوبا ما رجع. هذا ريست. استخدم السكيب ولا لا؟ 7 ثواني. اسمع، لا تستخدم السكيب، اصبر اصبر صبر. خلك صبور يا ابو السعادة. يقول لك الصبر مفتاح الفرج. للحين انا مصر على موقفي يا جماعة، دام اقدر راح اسويها. لا شوي يعني. ايوه هذه حلوة، هو ده الصح. في 60 داهية البيبي كوبا. بسم الله. شكل الفوز، شكل الفوز بالأسفل هنا. أو ماي جاد، بدري كيف رجعنا لنقطة البداية. والله العظيم كنت بايع الرناية هذه، خلاص الرناية راحت. شكرا لساحة التفريم اللي ما ادري كيف جات. اوف، المرحلة الخامسة. اوف، طيب ياباني ومشروطة اني ما اتدمج، كلها اشياء مشروطة لاحظوا. طيب انا كذا ولا كذا ما راح اتدمج صح؟ اوه طيب يا الله، ايش شرط الغبي ذا؟ طيب ما كنت ادري انه بتكون بيننا يعني، ولكن خلونا نشيك. فرضا نشوف قد ايش هي سهله ولا صعبه. عدينا هذا. اوه بس والله فيها ونب، فيها ونب بس مو سهلة بعد. المشكلة الونب راح ترجعني للبداية. بس دقيقة، هنا في ونب مثلا. اوكي ما في، خلك يا ابو السعادة منتبه. يا اخي حرام عليك، حرام عليك، ما كنت ادري انها مرة لاصقة فيني. يا اخي المشكلة اني احوج. لا 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 لا، لحظة لحظة، هذه المشكلة انه ما بينحسب لي السكيب لاني اخذتها. كان المفروض ينحسب لي لو اني ما اخذت الباور ابس، بس دام اني اخذتها هنا فخلاص. اوه في 60 داهية يا المشروم، في 60 داهية. اوكي بسم الله. يا ربي كل هذا عشان الونب. استاهل والله اني استاهل، والله اني استاهل مليون مرة بعد. لا حول ولا قوة الا بالله، قهر والله قهر. ايش قاعد اسوي انا؟ بس ابغى افهم. والله اني قاعد احاول قد ما اقدر يا شباب اني يعني ارجع الامور، بس ما هي ضابطه. مشروطه
ولازم ما اتدمج ياباني. بام بام بو. تك 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 تك. او ماي جاد، لا تقولي لازم البسها، الله يرحم لي والدك، لانه ممكن الواحد يلبسها. طيب بام بام بو. او لا، اه شكرا. كذا يا ابو السعاده، بالله كذا تسوي نجمه تفوت النجمه. بام بام بو. يا حرام يا الله. وانتهت الرناية الرمضانية. طيب يا شباب، خلونا نلعب المراحل اللي سوينا لها سكيب، ونبتدي باللي انهت الرناية. والله قهر قهر اللي صار. بس يلا عادي، ما عليه، كانت على الأعصاب على أي حال. لوني سويت كذا، بلا بلا، ليه ما سويت كذا؟ أوكي صح، من ساحر، وبعدين أنت الحين برا الرناية فأمورك طيبة أصلا، وبعدين حتى لو تدمجت هنا فأنا خسران، لأنك المفروض كذا ولا كذا ما تتدمج. بلا، وش الجزئية الغريبة هذه؟ متأكد أن الفوز الحين؟ شو القهر؟ والله حرام، تخيلوا. عادي عادي، خلونا نركز على الحاضر الحين، ما علينا من الماضي. هذه أول مرحلة سوينا لها سكيب، خسرت منا أرواح. غابة ساسكي، دقيقة، حاط لي صعوبتها 5 مدري 6 نجوم، ما حد أعطاها قلب، ظهر خلصها شخص واحد. الشرط مخيس، تخسر من بعد ما تهبط من بعد أول قفزة. ما شيكنا الأشياء الموجودة اللي هنا، مستحيل تكون ترول. ويو، أوه، تدريب على الجزئيات. ما علينا، هذه الجزئية الأخيرة. حنا وين خسرنا اصلا؟ حنا ما وصلنا هنا. هنا خسرنا؟ الظاهر هنا خسرنا. اوه ماي، اوه، ولا يمديك تحدد وين الاشجار هذه. وات، اوكي تنتظر اول ما تمد برطمها شوي. اوكي لازم تنتظر هذه بعد، نايس. طيب هنا، اوكي على الاقل نشوف شو السالفة. اوكي 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 اوكي، هنا توصل جهة الباب الثاني. شايفين الميزة كيف انك تلعب المرحلة برا الرن؟ شايفين كيف تخش بعين المرحلة يا شباب؟ والله ولا تخاف عاد، مو كذا مو كذا يا ابو السعادة، انت خش بعين المرحلة بس يعني لا تخرب الشرط، هو في الاخير حاط لك شرط خايس لسبب. أنا ما بخافش من أحد، أنا ما بخافش من حق. لا هنا يا حبيبي، هنا انتظر زي الحلوين. الأنسة بيرانا مو موجودة على الفاضي. القرش القرش اسحب عليه، خليه يولي، ما نبغى قروش. أيوة جميل، الآن مرة ممتاز. الحين وين؟ أوكي أنا قايل الصعوبة راح تكون، يا حبيبي الحين وش عرفني متى بينزل هذا أو متى بيطلع؟ نتوقع أن الحين، الآن، أوه والله كويس اللي صار. طيب الحين وين؟ أوكي نايس، وكويس أني انتظرت بعد. عندي الآنسة نحلة، في قنبات عندي الظاهر هنا. اها ممتاز، مره جيد. او لا، ليه سويت كذا؟ كويس
طيب جيد، خلينا نشوف المراحل الثانية. هذه أول مرحلة سوينا لها سكيب يا شباب في الحلقة السابقة، USA. أتذكر أنها كانت مرحلة ماريو 2، أو تحتاج ماشروم ماريو 2 علشان تفوز. صدقون ما عرفت كيف. شايفين؟ هل المفروض نخلي الماشروم متأخر أكثر في القفز؟ الآن؟ أيوة. ها، أوه لا، المفروض أخليه ينط هنا. تصدقون والله فيها تحدي حلو، يعني أنت تتحكم من برا، عرفتوا؟ شوية تركيز، عرفنا مو مهم موضوع النطة، مو لازم انها تكون عالية. الآن كفو كفو بنتي، كفو كفو. حلوة كفكرة، بس كمرحلة رناية وهي محاولة واحدة بس، مرة ما هي حلوة. في كذا شخص كان يزعل يقول ليش إذا المرحلة حلوة ما تعطيها لايك. ها يلا روح، هذا لايك. مرحلة ثانية تسكبت، من المراحل اللي شفنا زيها كثير. حنا طبعا كان المفروض أن نخلصها في الرناية نفسها، بس حسيت لو أني تحمست بتخلص الرناية بدون ما نخلصها، عشان كذا ألعبها برا الرن وخلصها بمحاولة جيدة. الآن لازم تنتظر الوقت المناسب وتعطيها تصويبة كذا، أنت حظك. طيب نشوف اللي بعدها، ومعطينها بو بعد. ظهر أن هذه مرحلة ترول صادفناها في الحلقة السابقة، يابانية ماريو 1. أوه هنا في منشرات راح تطيح صح؟ أوكي. لو انتهى الوقت، المشكلة حتى لو انتهى الوقت ايش استفدت؟ أوه أوكي. أوه كمان حلو والله، صدفة. في شيء بيطيح، في شيء بيطيح، في شيء بيصير، ما صار ولا شيء. أوه لا. الله يقطع شيطانك. ايش المفروض اسوي كنت؟ اصبر خلك في مكانك. وشو قلنا وشو قلنا؟ اي خلك في مكانك. وا نطة خفيفة يا شباب. ما ادري وش اللي صار صراحة. او لا اسمع، انطلق وخلاص، ما بطيح عليك. كويس، لا الفوز يقطع ابو القهر. اوكي والله قهر، خلاص خلصناها. بالله تخيلوا ما سوينا لها سكيب. لازم اني اوطي. اوكي وهذا هي النهاية. ممتاز، نشوف اللي بعدها. الظاهر ان هذه حقت الماشروم المعفن اللي في كل مكان. ماريو يو برضو ياباني، والظاهر اللي انهى الرناية بعد ياباني. الله يستر صراحة. أشوى فجأة كنت أقول، أذكر في ماشروم كنت ألحقها ولا و... أوه ماي جود. طيب تعالي عزيزتي. أوكي
اوه نو او تشيك بوينت. شكرا يا حبيبي. عزيزتي الثانية. كلهم عزيزاتي صاروا. اوكي وش هذا؟ ممكن كذا؟ ايش الجزئية البايخة ذي؟ والله شكله لازم ياه. وش هذا يا شباب؟ واو اوه ماي جاد. طيب شو المرحلة هذه؟ والله مرحلة الله بالخير. والله مصيبة. حتى الجزئية الأخيرة ما لها داعي. وهذه آخر مرحلة سوينا لها سكيب. ويتنج ألوت. شكله والله فيها انتظار كثير. الله يستر. ميجا مان 3D وورد وأمريكي. وش الانتظار اللي فيها؟ كم مدتها اصلا؟ دقيقة وشوي. جميل. اوه هذه الظاهر اللافا. اوه اللافا ينزل. ابغى افهم انتظر ايش بالضبط؟ ما ادري انتظر الى متى صراحه. يا حبيبي هل كنت بقدر انزل اكثر؟ ايوه. اوه ماي جاد. انتظار على ايش بالضبط؟ اوه ما ترجع اللافا فوق، هي تنزل وخلاص. شكله عشان كذا الانتظار. وجالس اشوف البايب الاحمر الجهة الثانية. طيب عرفنا المكان ذا؟ جيد. خليني اجرب اخش البايب ذا الحين. هل راح يوديني إلى مكان جميل؟ لو سمحت. نايس مرة جيد. صار عندي القرشين والباور أب خلاص. وش الحين؟ إيش بحتاج أسوي؟ أدخل هنا؟ ويو هذا هو المفتاح اللي أخذناه. طيب كذا نكون خلصنا جميع المراحل اللي سوينا لها سكيب. كذا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو وخلصنا الرنهة الرمضانية. ان شاء الله انها نالت اعجابكم. اكتبوا لي شروط الصفحات الخاصة يا شباب اللي تبغون نلعبها، وان شاء الله صاحب الشرط المميز راح نلعب الصفحة تبعتها. اشوفكم ان شاء الله على خير قريب. استودعتكم الله وفي أمان الله.